الجهات حكت انه ارقامكم مش دقيقه في منتصف شبكه الوسائل الاجتماعيه. احنا من خلال تتبعنا للموازنة العامة خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي وغيابه بنحاول قدر الامكان انه شوي نطلع على الموازنة كيف بتمشي كيف بتمر. في عنا اشكالية في موضوع الوثائق اللي بتصدر عن الموازنة العامة وتحديدا الحساب الختامي، والمقصود فيه الحساب الذي يتم في نهاية العام الزمني للموازنة العامة ويبين اوجه الصرف والسياسات اللي تمت. للأسف المعلومات اللي بين ايدينا شحيحة جدا، اخر حساب ختامي متوفر هو الحساب لعام 2011 أصدر ديوان الرقابة رأيه فيه وهو المتوفر بين إيدينا لغاية الآن، وبالتالي من الصعوبة بمكان كخبير اقتصادي أو كباحث أن أقدر أقيم الإنفاق الفعلي في الموازنة العامة في غياب هذه الوثيقة المهمة جدا. إحنا في 2017 بمعنى هناك فجوة 6 سنوات في المتابعة، وهذا مؤشر على ضعف الشفافية في هذا المجال. من أجل كشف أي ثغرات موجودة في هذه الموازنة وعرضها للمجتمع الفلسطيني. هذه الموازنة هي من أجل الشعب الفلسطيني، وبالتالي حق ناس يعرفوا كل التفاصيل في هذا الموضوع هم أبناء الشعب الفلسطيني، اللي مفترض السلطة التنفيذية الحكومة وموظفي القطاع العام يعملوا كخدم لشعبهم، يخدموا شعبهم ويعملوا من أجل شعبهم وفي خدمة شعبهم، وبالتالي كل تفاصيل الموازنة يجب أن تكون من حق المنظمات الأهلية.